يعد كتاب شي جين بينغ حول الحكم والإدارة كتابا مهما للرئيس الصيني يسلط فيه الضوء على بعض الموضوعات المهمة من زوايا فلسفية وتاريخية، ويرد بنظرة ثاقبة على أسئلة وتحديات واقعية تواجه الصين والعالم في المرحلة الراهنة، مما يعكس أفكار واستراتيجيات الحزب الشيوعي الصيني للحكم والإدارة. ومن جانبهم أكد بعض الدبلوماسيين والدارسين العرب الذين يعيشون في الصين منذ فترات طويلة على أن هذا الكتاب ذو قيمة كبيرة ليس فقط للصين ولكن أيضا للعالم كله. لدينا الفكر الاستراتيجي الصيني الذي كتبه الرئيس شي جي بينغ، ويحتوي على الكثير من الأفكار، ويحتوي الأفكار الاستراتيجية سواء كانت هذه الأفكار داخلية أو خارجية إقليميا ودوليا. يجب أن نستغل موقع العراق الاستراتيجي وننضم بقوة إلى الحزام والطريق، باعتبار أن الحزام والطريق استراتيجية أو مبادرة مهمة للعالم، وبالتالي تقرب العلاقات وتقرب الشعوب، وهي منفعة للعالم جميعا. هذه أفكار يعني تعتبر أفكار عالمية، لأنها يعتبر العالم قرية صغيرة، وعلى الجميع أن يساهم في هذه التنمية للمنفعة لجميع الشعوب. هذه أفكار عالمية يعتبر ما نادى بها فخامة الرئيس شي جين بينغ. حقيقة الأمر ما قامت به الصين في القضاء على الفقر هو إنجاز رهيب، لأنه حسب الخطة الموضوعة في القضاء على الفقر هي كانت موضوعة لعام 2025. استطاعت الصين أن تقضي على الفقر في عام 2020، وتم إبلاغ الأمم المتحدة أن الصين قضت على الفقر في عام 2020. هذا يعتبر إنجاز قبل الخطة الموضوعة بخمس سنوات. الآن الصين تفكر في الصين قوية في 2035، فهذه أفكار وضعت للتنفيذ ومردودها لرفاهية الشعوب في المقام الأول الشعب الصيني. ما دام الشعب الصيني هو شعب قوي، شعب فلسطين هو قوي أيضا. هناك العديد من طلاب العرب الذين يدرسون في الصين ويشعرون بالتغيرات التي تشهدها البلاد وتطورها بشكل مباشر، ويصادف هذا العام الذكرى المئوية لتأسيس حزب الشيوعي الصيني، فيما أشار بعضهم إلى أن الإنجازات الحزب الشيوعي الصيني تعود بنفع على البشرية جمعا. أولا، إذا جينا ننظر إلى التنمية التي حصلت في الصين بصورة عامة وفي شنغهاي أو في مدينة شنغهاي بصورة خاصة، فالسبب الرئيسي يرجع إلى سياسة الإصلاح والانفتاح التي طبقت في نهاية السبعينيات، فكان لها دور بارز ودور عظيم في إحداث التنمية الاقتصادية والتغيرات، مما أدى إلى تغير شكل المدينة بصورة واضحة، فالكل يمكن أن يرى ذلك. فالسبب الرئيسي هو سياسة الإصلاح والانفتاح، ثم السياسات الرشيدة التي اتبعتها الحكومة في جذب الاستثمارات و توفير الفرص العمل. الدور الرئيسي يرجع إلى السياسات الرشيدة والحكم الرشيد في الذي طبق في هذه الفترة، وهو الذي أحدث هذا التغيير. من الإنجازات البارزة التي يمكن الإشارة إليها هو إنجازات التخلص من الفقر. كما نعلم بأن العدد السكاني للصين هو الأعلى عالميا أو في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان، فمن الطبيعي أن يكون هنالك عدد كثير من الفقراء، فأدت السياسات التي استهدفت التخلص من الفقر إلى القضاء على الفقر في العام 2020، وهذا ما أعلنته الحكومة الصينية عبر وسائل الإعلام المختلفة، فربما هذه هي أبرز الإنجازات التي يمكن الإشارة إليها.